اهلا بيكم في حلقه جديده من تنس بورد. النهارده احنا متواجدين معاكم لتغطيه حدث مهم هو بطوله الجمهوريه لتنس الطاوله واللي بيشارك فيها عدد كبير من نجوم منتخبنا الوطني في تنس الطاوله واللي حصلوا على ميداليات في دوره الالعاب الافريقيه. هنتعرف اكتر على لعبه تنس الطاوله، خليكم معانا. كابتن هنا ايمن جوده، انت طبعا ما شاء الله كنت هايله وانت كده حصلتي على بطوله الجمهوريه في تنس الطاوله للسيدات الكبار. ايوه. قولي لي بقى، كلميني كده احساسك ايه دلوقتي، واحساس احساسك كده وانت فايزه ببطوله الجمهوريه للكبار كمان. انا مبسوطه قوي ان انا اخدت البطوله دي، عشان انا يعتبر من شهر لسه برضو واخده اول بطوله 18 سنه. فانا دلوقتي الحمد لله واخده اول 12 و15 و18 وسيدات في البطوله في نفس الصاله دي، وانا مبسوطه جدا ان انا كسبت، وانا كنت مبسوطه اكتر ان انا جبت اللقب للاهلي، عشان الاهلي بقاله فتره ما جابهوش كده. طيب قولي لي بقى، انت في سنه كام الاول؟ هدخل اولى اعدادي. دخلت اولى اعدادي. طيب ازاي بتوازي ما بين المذاكره والتنس الطاوله؟ انا مثلا اي وقت مش بكون عندي بطولات وتمرين انا بذاكر، يعني انا مثلا بتمرن من 5 لـ7 ساعات باليوم، بقيت الاوقات بقعد اذاكر عشان تبقى درجاتي حلوه في اخر سنه. طب بتحلمي بايه؟ ان انا اكون بطلة العالم، بطلة الاولمبياد. عرفي بقى الناس ايه الحاجات اللي انت حصلت عليها. انا اخدت اول عالم تحت 12 سنه، ورايحه بطوله العالم الاسبوع اللي جاي تحت 15 سنه، وان شاء الله انا هدفي في البطوله اللي جايه بتاعه العام تحت 15 سنه ان انا اخدها ان شاء الله. السنه اللي فاتت خسرت على 16، بس انا كنت صغيره وكنت قابلت بنت من كوريا، بس السنه دي ان شاء الله انا كبرت وبقيت احسن، فان شاء الله اخد اول. هتستعد للبطوله اللي جايه ازاي؟ هو انا البطوله دي هلعب باسم افريقيا، ففي معسكر مع المدربين بتوع افريقيا، ومنهم كابتن بسنت، هي مدربة الأهلي عندنا ومدربة أفريقيا برضو، فهي هتبقى معايا في تبقى معانا كده في المعسكر. مبروك، وبجد انت كنت هايلة وكل الناس فخورة بيكي. شكرا. هنا أيمن جودة الحاصلة على بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، شكرا جزيلا. شكرا، بشكرك. عبد العزيز الحاصله على ميداليه ذهبيه في دوره الالعاب الافريقيه، انا برحب بيكي. اهلا بيكي. كلمينا اهميه البطوله دي بالنسبه لك، بتمثل لك البطوله دي؟ طبعا هي بطوله جمهوريه، يعني بنحسن فيها الترتيب، بنثبت نفسنا، بنفضل يعني عشان هي دي اللي بتاهلنا ان احنا نروح المنتخب، فدي بتبقى مهمه لينا ان احنا نثبت نفسنا في المنتخب، لسه هنفضل موجودين هنا. انت تم تكريمك من السيد رئيس الجمهوريه قبل كده، التكريم ده فرق معاك ازاي؟ هو طبعا يعني تكريم، اي تكريم عامه بيفرق معانا، اذا كان طبعا من الوزير او من حتى رئيس الاتحاد، فلما يكون من رئيس الجمهوريه نفسه فدي طبعا حاجه كبيره قوي يعني عندنا كلنا كاي رياضي، يعني ان هو بيحس ان هو عمل مجهود يعني واتكرم عليه. بس لو كلمتينا كده على يومك الطبيعي وبتستعدي للبطوله، البطولات الجايه ازاي؟
هو طبعا قبل البطوله على طول بفتره بيبقى في تمرين صبح وبالليل وجيم وبيبقى فيه طبعا تغذيه وفتنس وكل ده، يعني ده بيبقى الروتين اليومي يعني. طب لو حبيت بقى اتكلم بقى معاك عن حلمك، ايه احلامك اللي جايه؟ هدفك القادم ايه؟ هو الاول كان حلم ان احنا نتاهل للاولمبياد والحمد لله اتاهلنا، فخلال الفتره دي ان شاء الله نعمل يعني معسكرات وبطولات كتيره نروحها احتكاك عشان نقدر يعني نحاول نعمل اي حاجه في الاولمبياد ان شاء الله. طيب لو حبينا نعرف الناس ايه البطولات اللي انت اخذتيها والميداليات اللي اخذتيها؟ يعني هي دوره الالعاب طبعا اقرب حاجه، ان اخذت ذهب في ايفنت الفرق وفضه في زوجي المختلط وبرونز في الفردي، وكان بطولات عرب اخذت بطوله عرب قبل كده وتاهلت برضو لريو سافرنا، وبطولات افريقيا اخذنا دبل مثلا فرق حاجه. كابتن فرح عبد العزيز انا بشكرك شكرا جزيلا. الله يسلمك وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله. دلوقتي الكابتن مروه هشام الثالث على الجمهوريه سيدات، انا برحب بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، الف مبروك طبعا على الفوز. الله يبارك في حضرتك. ميرسي. قولي لي كلميني النهارده شعورك بعد طبعا الانتصار الكبير بتاعك. طبعا الحمد لله ان احنا الاول قدرنا النادي الاهلي قدر ان هو يحقق المركز الاول البطله طبعا هنا، وانا فخوره بالمركز الثالث. طبعا كان نفسي اخد المركز الاول بس للاسف ما قدرتش البطوله دي، بس ان شاء الله اللي جاي احسن. كلمينا على بطولاتك، وكمان انت في جامعه، انت ازاي بتوفقي ما بين دراستك وما بين التدريبات؟ هو الحمد لله اكاديميه بحريه مديه اوبشن للعيبه اللي هم بيلعبوا بطولات كتير، مدينا اوبشن ان احنا نقدر نسافر وقت الدراسه ونعوض وقت الامتحانات، وده بالنسبه لي طبعا وفق كتير ما بين الدراسه والتمرين الحمد لله. طيب شعورك النهارده بالفوز بالميداليه؟ الحمد لله طبعا مبسوطه جدا بالمركز الثالث، مش احسن حاجه كنت متوقعه، يعني اتمرنت كتير عشان اوصل المركز الاول، بس كل واحد بيتعلم من البطوله بتاعته وان شاء الله اللي جاي احسن. بالتوفيق ان شاء الله. ايه احلامك اللي جايه؟ ناويه تحققي ايه الحلم اللي والهدف اللي انت مركزه فيه؟ ان احنا ان شاء الله ناخد اول افريقيا، بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله، وان انا اتاهل للاولمبيكس، يعني ان انا اسافر مع المنتخب ان شاء الله في 2020. ان شاء الله تسافر يا رب ان شاء الله. شكرا جدا ليك. ميرسي. دلوقتي احنا معانا استاذ معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ازاي شايف بطوله النهارده؟ يمكن دي اول بطوله في الموسم رجال وسيدات، لعبنا قبل كده بطوله ناشئين وناشئات تحت 12 و15 و18 و21 سنه، والنهارده بنلعب البطوله الثانيه في الموسم اللي هي رجال وسيدات، وهي فيها زوي رجال وزوي سيدات وزوي مختلط. يمكن دي اول برضو بطوله بعد عوده لعيبه المنتخب القومي من بطوله الالعاب الافريقيه، ان الحمد لله اللي احنا حصلنا عليها، وكان نصيب مصر فيها في الفرق في رجال والسيدات المركز الاول ميداليه الذهبيه اللي اهلتنا لاولمبياد طوكيو، ودي كانت حاجه يعني مشرفه جدا لنا الحمد لله رب العالمين، وبينت ان في مجهود اتعمل وربنا كافئنا عليه كلنا كمجلس اداره كجهاز فني واداري كلعيبه ولاعبات واسره تنس الطاوله كلها، طبعا الحمد لله بنهدي لها طبعا الفوز الحلو ده. شايف ازاي المنافسات المحليه بتاثر تاثير ايجابي على البطولات الخارجيه وخاصه في الاعداد الجاي ليها؟ هو فعلا زي ما حضرتك بتقول، البطولات المحليه هي اللي بتفرز منتخب مصر من خلال البطولات المحليه والمراكز المتقدمه للاعبين واللاعبات، بتقدر ان انت بتختار منتخب مصر اللي هو هيمثل مصر في المحافل الدوليه، فبيبقى دايما البطولات في باستمرار، لو فرض وفي معسكرات في النص في بطولات بعيده عن بعض، بنعمل بعض بطولات الاختيار
اللي هم مثلا ال 16 الاوائل عشان برضو نشوف اخر يعني مستوى اخر تطور في المستوى اللعيبه كل واحد بياخد حقه. لكن هو في الحقيقه البطولات الجمهوريه هي الاساس عندنا في اختيار اللاعبي ولاعبات المنتخب زائد رؤيه الجهاز الفني طبعا والناحيه الفنيه. عندنا كم بطوله بيرعاها الاتحاد؟ والله هو الاتحاد احنا بنعمل البطولات الحمد لله يمكن بطولات كتير وبنخف خلال الموسم يعني ممكن بنعمل حوالي ممكن 8-10 بطولات في الموسم غير طبعا البطولات الدوليه. احنا عندنا بطوله مصر الدوليه ان شاء الله في شهر 10 هتبقى من 16 ل 20 تحت 12 و15 و18 سنه واولاد وبنات ودي هتكون في شرم الشيخ ودي في الاجنده الدوليه وبتقام كل عام مختارين مصر شرم الشيخ كل سنه الاتحاد الدولي بيتعمل فيها البطوله دي ودي برضو حاجه كويسه جدا للاتحاد الدولي يعني باقي على هذه البطوله. في بطولات بتتغير اماكنها لكن بطوله شرم الشيخ الدوليه الحمد لله سابقه. لو هتكلمنا بقى على استعدادات لاولمبياد طوكيو. اكيد الاستعدادات للاولمبياد بتبقى من بدري شويه يعني من قبل ما نصعد لان احنا نوصل لاولمبياد طوكيو علشان كنا نصعد لازم نخوض الاول نكسب افريقيا بطوله الالعاب الافريقيه فعشان كده كان في اعداد قبلها طبعا بفتره وكنا بنحاول ان احنا نعمل معسكرات خارجيه وداخليه بس هو في الحقيقه يمكن في الفتره الاخيره او الظروف الاخيره المعسكرات الخارجيه كانت صعبه شويه فركزنا على المعسكرات الداخليه داخل مصر وكان المعسكر الداخلي قبل البطوله على طول كان معسكر داخلي في الاسماعيليه وبصراحه كان معسكر قوي جدا واللعيبه كانوا مركزين جدا والجهاز قافل عليهم عشان كده ربنا كرمنا لما راحوا المغرب وفزنا بالبطوله. يمكن برضه عايز اقول لحضرتك قبلها كان في بطوله كاس افريقيا فردي ودي بيشارك فيها برضه ابطال القاره وبياخدوا واحد بس من كل قاره في الرجال وفي السيدات يلعب كاس العالم بقى. فالحمد لله اللي طلع عندنا الاول عمر عصر في الرجال ودينا مشرف في السيدات هم برضه اللي هيمثلوا قاره افريقيا في الرجال والسيدات ويمكن برضو من الحاجات الكويسة ان هم طلعوا احمد صالح طلع الثاني في فردي الرجال ويسرى حلمي طلعت الثانية في فردي السيدات ده بيديك مؤشر الحمد لله ان احنا متربعين على عرش الافريقي. واحنا طبعا فخورين بابطالنا استاذ معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة اشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. انا اللي بشكر حضرتك وبشكركم جدا على ان انتم تبقوا معانا هنا في البطولة في بطولة الجمهورية يعني انتم قناة ما بتبصوش لكرة القدم فقط هو بتبصوا طبعا الالعاب الشهيده طبعا وده اللي المفروض من القنوات اكيد طبعا الاخرى تحذو هذا الحذو يعني. شكرا حضرتك. معانا دلوقتي كابتن محمد شومان بطل الجمهوريه لتنس الطاوله اهلا بيك. اهلا بيك والف الف مبروك. الله يخليك الله يبارك. احكي لي بقى يعني شعورك دلوقتي ايه واحساسك ايه؟ هو انا كنت بصراحه داخل البطوله دي عشان خاطر الهدف ده فاحسن حاجه اللي انت لما تحقق هدفك وتعمل اللي انت كنت ناوي اللي انت عايز تعمله او اللي انت كان نفسك تعمله فده احسن حاجه في الدنيا كلها. انا راجع من الدوري بتاعي من الاحتراف بتاعي من التشيك رجعت البطوله بيوم واحد بس عشان ان شاء الله اخد اول والحمد لله حققت اللي انا عايزه الحمد لله. دلوقتي البطوله دي بتمثل لك ايه؟ دي تاني مره اخد بطل رجال ف يعني احساس حلو ان انا احافظ على الـ على الـ على اللقب بتاعي يعني الحمد لله. الخطط بقى المستقبليه واحلامك اللي ناوي تحققها؟ اه يعني انا مسافر كمان يومين عندي الدوري بتاعي في التشيك نفسي برضو اعمل حاجه كويسه في الدوري هناك وبرضو في الاهلي هنا لسه واخد الانديه العربيه مع النادي الاهلي وبرضو ربنا يكرم هنا برضو مع الاهلي الكاس والدوري ان شاء الله ناخده ونفسي ان شاء الله برضو اخد الدوري بتاعي في التشيك باذن الله. محمد ازاي بتستعد للبطولات؟ تمرين طول الوقت يعني انا بتمرن فترتين كل يوم 6 ايام في الاسبوع مرتين في اليوم مره الصبح مره بالليل وده مجهود عشان كده ربنا بيكرمنا في الاخر. فاعتقادك المنافسات المحليه وبتكون اعداد جيد للبطولات الخارجيه؟ انا كنت لسه بقول النهارده لزميلي محمود اشرف حلمي ان البطولات المحليه اصعب اصلا بطولة افريقيا مثلا لان بطولة افريقيا بيبقى مثلا القوه كلها في الاخر في الاربعه سيمي فاينل للفاينل لكن من البطولات المحليه عندك من تاني ماتش على طول بيبقى ماتشات جامده فالبطولات المحليه طبعا حاجه كويسه جدا اللي انت تعرف تستعد بيها لاي حاجه بره مصر. كابتن محمد شومان بطل الجمهوريه لتنس الطاوله انا بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك. الله يخليك شكرا. شكرا.
احمد برهامي بطل مصر تحت 18 و21 سنه، برحب بيك. صحيح. شفت النهارده البطوله ازاي وشفت الناس اللي فازوا وكمان تعليقك على الهنا اللي حصلت ما شاء الله طبعا يعني على الاول؟ لا طبعا البطوله طبعا تنظيم اول حاجه طبعا جميل جدا طبعا هنا يعني معجزه تنس الطاوله طبعا عندها 11 سنه تقريبا انها تاخد اربع ايفنتات في بطوله واحده 12 و15 18 وسيدات طبعا يعني معجزه. طب قول لي بقى ايه احلامك انت، ايه اهدافك اللي ناوي تحققها ان شاء الله في البطولات اللي جايه؟ ان شاء الله يعني ابقى متواجد دايما مع المنتخب الرجال. الحمد لله دلوقتي بطل مصر تحت 18 سنه وتحت 21 سنه وفي المنتخب تحت 18 و 21 ان شاء الله اني نفسي ابقى في منتخب الرجال كمان ان شاء الله. كلمنا عرف الناس انت البطولات اللي انت حصلت عليها واللي اخذتها ايه هي؟ انا طبعا بطل مصر افريقيا وعرب طبعا مع المنتخب خدنا بطولات افريقيا والعرب بس كده. بالتوفيق ان شاء الله وان شاء الله مستنيين منكم اكتر واكتر ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. كابتن خالد الصالح رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاوله، انا برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. شفت البطوله النهارده ازاي؟ والله انا سعيد جدا الحقيقه. طبعا احنا معظم لاعبتنا خارجين من فتره مكثفه، الفتره اللي فاتت كان عندنا مده طويله في نيجيريا تلعب الانديه الافريقيه وكاس افريقيا للرجال والسيدات، وبعد كده كل الفرقه طلعت على المغرب اتلعبت الانديه العربيه ودوره الالعاب الافريقيه. فتره كانت مكثفه جدا واللعيبه اغلبيتهم طبعا يعني فنيا على مستوى عالي، لكن طبعا معظمهم في فتره تشبع كبير بتنس الطاوله. المستوى عالي جدا، اغلبيه اللاعبين بداوا طبعا التفكير دلوقتي الموسم الجديد والاستعداد للنقط عشان النشاط الدولي القادم. اعتقد النتيجه جميله. اكبر مفاجات البطوله طبعا اللاعبه هنا جوده اللي حصلت على المركز الاول في فردي السيدات، ودي يعني طبعا مفاجأة كبيرة، مفاجأة من حيث النتيجة لكن مش مفاجأة لينا كمستوى، لأن هنا جودة بقى لها فترة في صعود مستمر ونتمنى لها إن شاء الله الاستمرار. من فترة مش كبيرة من أكتر من حوالي شهر شهر ونص أخذت المركز الأول على مستوى العالم تحت 12 سنة، وهي حاليا معاها برنامج تحت إشراف الاتحاد الدولي والاتحاد المصري للتطوير من خلال المشاركة في معسكرات وبطولات دولية. واعتقد النهارده بحصولها على المركز الاول في السيدات ده بيحطها في مستوى وليفل جديد، بيؤكد انه هي مستمره في التطوير بشكل ان شاء الله يكون بيعود عليها وبيعود على المنتخب المصري بنتائج جيده في المستقبل. باللي حضرتك شفته النهارده واللعيبه اللي عندنا ما شاء الله حاجه فعلا تشرف، تعتقد هنقدر نعمل حاجه كويسه في اولمبياد طوكيو؟ خلينا نكون منطقيين، يعني طبعا في اولمبياد طوكيو ال 16 فريق اللي هيروح على مستوى العالم واحنا رايحين الفريق الوحيد من افريقيا وابطال العالم كلهم هيبقوا موجودين من اسيا ومن اوروبا والقارات الاخرى. انا اتمنى ان احنا نستطيع ان احنا نجتاز الادوار الاولى ونصعد ضمن افضل ثمانيه. ما اقدرش اسرف في التفاؤل اكتر من كده، لكن اعتقد ان احنا في تطوير جيد للمستوى وممكن جدا تحقيق مفاجآت، وخصوصا اذا استمر برنامج الاعداد على المستوى المأمول طبقا للخطه الموضوعه وطبقا للدعم المتوقع من اللجنه الاولمبيه ومن وزاره الشباب والرياضه. لكن خلينا نقول ان احنا بنتقدم بثبات وان احنا في مده قريبه هتكون، يعني انا اذا قلنا ان اولمبياد طوكيو مش هأسرف في التفاؤل واقول نتائج او ميداليات، انا اتنبأ بان ممكن باستمرار الاعداد الجيد للاعيبه زي هنا جوده ومنتخب الناشئين والناشئات ان ممكن يبقى عندنا ميداليات في دوره الالعاب الاولمبيه للناشئين 2022 اللي هتقام في السنغال ان شاء الله. كابتن خالد الصالح رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاوله، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الف شكر ليكم ومعانا دايما ان شاء الله في كل البطولات. معنا دلوقتي المهندس عبد العزيز السيسي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري والافريقي لتنس الطاوله وايضا مدير البطوله، برحب بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ازاي اشتغلتوا على تنظيم البطوله دي؟ البطوله بتبقى محطوطه ضمن برنامج الزمني السنوي للبطولات الاتحاد وبيبقى معروف تاريخها.
بنبدا بتجهيز تاجير الصاله وتجهيز الملاعب وفرش الارضيه، لان الطاوله بتحتاج ارضيه مختلفه غير ارضيات الصالات العاديه يعني. وبنعمل الدعوه، بنوجهها للانديه والانديه بتبدا تبعت لاعيبتها ونعمل قرعه ونبدا البطوله. طموحاتكم البطولات الجايه ايه؟ والله احنا طموحاتنا، احنا مركزين قوي الفتره اللي جايه على النشاط الدولي. احنا اوريدي تاهلنا من خلال بطوله افريقيا والالعاب الافريقيه لاولمبياد طوكيو. تاهلنا فرق، تاهلنا فردي، وتاهلنا زوجي وزوجه مختلط. فالمرحله اللي جايه كلها مرحله اعداد لطوكيو 2020 ان شاء الله. طب استعدادكم بقى لاولمبياد طوكيو ايه؟ عندنا بنعمل بطولات، بتبقى فيه بطولات على مستوى العالم بروترات، فبنختار منها البطولات القويه اللي هي بتبقى في مستوانا اللي نقدر نفيد منها اللعيبه، وبنسفر اللعيبه، بتطلع البعثه مكونه من الناس اللي هي مؤهله اوريدي لاولمبياد طوكيو. شكرا لحضرتك، انا بشكر حضرتك، شكرا لك، بالتوفيق. ده شرف ليك. شكرا. واخده اول بطوله 18 سنه، اول 12 و15 و18 وسيدات في البطوله في نفس الصاله دي. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوه.